أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الفريق الملكي للقدرة يسير وفق استراتيجية لتهيئة الفرسان الشباب لما هو قادم، مشيرا سموه إلى أن بطولة العالم للشباب والناشئين شهدت منافسة قوية بين الفرسان، هذا وأقيمت منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة في إيطاليا بمشاركة 114 فارسا وفارسة يمثلون 35 دولة من مختلف دول العالم وبتواجد 5 فرسان من الفريق الملكي بمتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لكافة مراحل السباق. وقد أشار سموه على رضاه التام على أداء الفريق الذي قدم مستوى جيدا على رغم نتائجه وسط إشادة الفرسان والقائمين على البطولة، وأوضح سموه أن الفريق الملكي حرص على تهيئة كافة الأجواء المثالية للفريق قبل المشاركة في البطولة، لكن الجياد تعرضت لإصابات بسبب سوء أرضية المراحل الأربعة ما أدى إلى سحب البعض منها وخروج الآخر من الفحص البيطري، وهذه الظروف واردة وهي بعيدة عن إرادة المدرب أو الفارس. وقال سموه أرضية البطولة كانت سيئة بالنسبة لنا ولكافة الفرسان المشاركين حيث شهدت البطولة خروج العديد من الجياد بسبب الإصابات. أشار سموه أن كافة الأمور سارت بحسب الخطة الموضوعة لكل الظروف المحيطة بالسباق وجعلت الفريق يبتعد عن المنافسة في المرحلة الرابعة والتي شهدت غياب الفريق الملكي بسبب إصابات الجياد، مبينا سموه أن المشاركة تعتبر جيدة وكان يهدف الفريق لتحقيق نتائج إيجابية، لكن هذه الظروف كانت هي العائق الوحيد بالنسبة لنا. أوضح سموه أن الفريق سيستعد للمشاركات القادمة بصورة إيجابية لعدم التأثر من هذه الأرضيات، خصوصا أن المنطقة سوف تستضيف بطولة العالم للقدرة العام القادم، مبينا سموه أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها دائما الفريق الملكي. قال سموه أن سباق الشباب والناشئين شهد منافسة قوية ومثيرة بين الفرسان، خصوصا فرسان دولة الإمارات وفرسان الفريق الملكي، وأضاف سموه كما كان متوقعا بأن المنافسة ستحتدم بين الإمارات والبحرين وهو ما ظهر عليه السباق مع دخول فرسان إسبانيا وإيطاليا، ولا ننسى أن الفريق الإماراتي يتمتع بإمكانات عالية وظهر الفرسان بصورة مميزة طوال السباق. أضاف سموه نحن حريصون على دعم الفرسان الشباب الذين يعتبرون أو يعتبرون نواة المستقبل لرياضة القدرة البحرينية، ونمتلك فرسانا مميزين سيكون لهم بصمات واضحة خلال الفترة القادمة. أشاد سموه بالتنظيم الجيد للبطولة التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وحرص سموه على متابعة مراحل السباق وإعطاء التعليمات لفرسان الفريق الملكي. وفي بادرة تعبر عن المحبة والأخوة والترابط القوي، حرص فرسان الإمارات التوجه إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتقديم الشكر والتقدير على متابعة سموه وتشجيعه لهم بمناسبة فوزهم ببطولة العالم للشباب والناشئين. وقد قدم سموه التهاني لفرسان دولة الإمارات بهذه المناسبة بعد حصولهم على المراكز الأولى في البطولة التي شهدت منافسة قوية خصوصا في المراحل الأربعة. أشاد سموه بالمستويات المتميزة التي قدمها فرسان الإمارات طوال المراحل، هذا وقد حصد فرسان الإمارات المراكز الأولى لبطولة العالم للشباب والناشئين لمسافة 120 كيلو، حيث جاء في المركز الأول سعيد سالم والمركز الثاني شاهين يحيى والمركز الثالث فارس أحمد. احنا جينا وشكلنا خطورة كبيرة على اللي يطمحون بالفوز ببطولة العالم، وكلنا كنا جايين جاهزين للفوز، والأداء اليوم اللي أنا سمعته جدا مرضي من إخواننا من دولة الإمارات بأن أنتم فعلا شكلتونا خطر، ووصلنا إلى مرحلة أن حتى قلنا الفوز كان عندكم أنتم يا مملكة البحرين، لكن اللي حصل مو في يد المدرب أو الفارس، اللي حصل احنا ما نقدر نجهز له. احنا جهزنا لياقة الخيل، جهزنا لياقة الفرسان، جهزنا خطتنا، جهزنا مدة شهور وشهور، ولكن هذا العرج اللي صاب الخيل هذا صار في الحدث نفسه في اليوم نفسه. فأنا مرتاح من الأداء، مرتاح من استمرارية المستوى، وبشركم إن شاء الله أن بطولة العالم القادمة السنة القادمة تشوفون مستوى
فعلا يليق مثل هذا المستوى، ولكن إن شاء الله ناقص العرج.